طلابي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس من دروس القواعد للصف السادس الابتدائي. درسنا اليوم هو الفاعل. احنا أخذنا السنة الماضية ما هو الفاعل. هو اسم مرفوع يأتي بعد الفعل يدل على من قام بهذا الفعل. فإذا راح نجي اليوم نقرأ الطريقة ونشرحها بطريقة أوسع ونفهم علامات الرفع ماله وحالات علامات الرفع. نجي أول شيء على التعريف. الفاعل طبعا هذا كل تكتب كل شيء على السبورة، مطلوب منكم حفظه، مطلوب منكم حفظه حتى تسهل عليكم عملية الإعراف، عملية كون جملة، عملية استخراج الفاعل وغيرها. إذا الفاعل هو اسم، هو اسم مرفوع. شوفوا خليت تحت اسم وضعت تحت اسم مرفوع خطين حتى نعرف انه هو اسم مرفوع. يأتي بعد الفعل ويدل على من قام بالفعل. يدل على من قام بالفعل. نعطي مثال. كتب الطالب الدرس. كتب الطالب الدرس. هنا وين الفاعل؟ نجي على كلمة كلمة. كتب فعل ماضي مبني على الفتح. من الذي قام بالكتابة؟ هو الطالب. من الذي قام بالكتابة؟ هو الطالب. بما أنه قلنا هو اسم، هو اسم نعم مرفوع، حالي مرفوع، يعني حركته الضمة، حركته الضمة. كتب الطالب الدرس. إذا يأتي بعد الفعل، جاء هنا بعد الفعل ويدل على من قام بالفعل، يعني من الذي كتب؟ الطالب هو الذي كتب الدرس. نجي على القاعدة مالته. القاعدة شو تقول؟ هذا كتبوه وتحفظوه. إذا كان الفاعل مؤنثا، زينب، فاطمة، طالبة، مريضة، ممرضة، مهندسة، أي شيء، تلحق تاء في أول الفعل المضارع. يعني شنو تلحق تاء؟ يعني نكتب تاء في أول الفعل المضارع. انتبهوا هنا، هو الأصل كتب، كتب هذا فعل ماضي تمام مبني على الفتح، لكن إذا كان الفعل مضارع يعني صرت تكتب وحطينا تاء هنا، فايش راح تصير؟ تاء لحقناها في أول الفعل المضارع، هنا حركتها تصير ضمة. تكتب، تكتب. إذا نلحق تاء في أول الفعل المضارع إذا كان الفاعل مؤنث. تكتب البنت، تكتب الطالبة، تكتب التلميذة، تمام؟ نجي. وتاء طويلة ساكنة. تذكرون تاء الساكنة التي ليس لها محل من الإعراب؟ هي هاي. تاء طويلة ساكنة شو وقت؟ في آخر الفعل الماضي. في آخر الفعل الماضي. هو الأصل أرجع وأقول هو كتب. كتب فعل ماضي مبني على الفتح. لكن إذا كانت هنا مثلا فتاة، خلينا نقول مثلا طالبة، شو تصير؟ كتب أو الطالبة، تصير كتبت. كتبت، شوفوا هنا نضع التاء الطويلة، تاء كتبت ساكنة، تاء طويلة ساكنة. هاي تاء طويلة ساكنة وين؟ في إذا كان الفعل ماضي، وين نضعها؟ في آخر الفعل الماضي. كتبت الطالبة، كتبت الطالبة. أعتقد هنا صار عندكم واضح، وأنتم تعرفون هذا الشيء من الصف الرابع ومن الصف الخامس الابتدائي. نجي السؤال هنا يقول ما هي علامة رفع الفاعل؟ شنو علامة رفع الفاعل؟ عندنا عدة أشياء يعني نكتبها، اللي هي الضمة والألف والواو. بس قبل هذا أنا أريد أعطيكم ملاحظة مهمة جدا. علامة رفع الفاعل راح اكتبها هنا، هاي ملاحظه راح احط لكم هنا. انا دائما في الملاحظات اخلي على شكل نجمه، تريدون ورده، تريدون انتم كيفكم شو ترسمون شيء حتى يذكركم انه هاي ملاحظه مهمه. علامه رفع الفاعل، علامه رفع الفاعل بالنسبه للفعل المضارع و الفعل الماضي، يعني إذا كان عندنا فعل ماضي أو كان عندنا فعل مضارع
فقط بهاي الأشياء تكون علامتها هاي اللي هي راح يجعلها هذول اللي هي الضمة والألف والواو. إذن علامة رفع الفاعل بالفعلين إذا كان الفعل مضارع أو إذا كان الفعل ماضي عندنا يرفع بالضمة في حالات صراحة نقولها، يرفع بالألف في حالات سنقولها، ويرفع بالواو هم في حالات السقط بعد شوية نقولها إن شاء الله على فعل الأمر. فعل الأمر لا، ليش؟ لأنه أغلب الفاعل في فعل الأمر يكون مستتر. هاي انتم بعدكم ما ماخذين ان شاء الله تاخذوها بمرحله المتوسطه. طلاب الصف السادس نجي على السؤال يقول ما هي علامه رفع الفاعل؟ ما هي علامه رفع الفاعل؟ العام السنه الماضيه اخذنا علامه رفع الفاعل فقط الضمه فقط لانه كان يعني على نطاق محدود ينطوكم المعلومه شويه شويه. هذه السنة لا، احنا شوية توسعنا، عندنا هنا ملاحظة تقول علامة رفع الفاعل هي فقط بالفعل الماضي عندما يكون الفعل مضارع أو عندما يكون الفعل ماضي تكون إما ضمة أو ألف أو واو، هذول بالفعل الماضي والمضارع. لكن إذا كان فعل الأمر يختلف، وقلنا دائما يكون الفاعل مستتر ما لنا علاقة به. احنا نجي لو كان الفعل ماضي أو كان الفعل مضارع، علامة رفع الفاعل هي الضمة أو الألف أو الواو. نجي على واحدة واحدة، إيش وقت يكون بالضمة؟ إذا كان الفاعل مفرد أو جمع مؤنث سالم. إذا كان الفاعل ماذا؟ مفردا أو جمع مؤنث سالم. نجي ناخذ المثال راح تتوضح لنا الصورة أكثر. قرأ الطالب، الطالب هنا شنو؟ مفرد. الطالب مفرد. قرأ الطالب القصة، انتبهوا على الحركة، شنو هي؟ ضمة، الحركة هي شنو؟ ضمة، هذه هي الضمة، إذا يرفع الفاعل بالضمة، شلون نعرفها؟ قرأ فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره، القصة مفعول به منصوب بالفتحة. المثال الثاني على جمع من المؤنث السالم، تسهر الممرضات على راحة المرضى. تسهر، شوفوا الممرضات هنا جت شنو؟ جمع مؤنث سالم. تسهر فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره لانه بديناها التاء وعلامتها ضمه. الممرضات فاعل مرفوع وعلامه رفعه ماذا؟ الضمه الظاهره على اخره. اذا هذه خلصنا من الضمه. نجي ايش وقت يرفع بالالف؟ اذا كان الفاعل مثنى، يعني اثنين. الفاعل اذا كان ماذا؟ مثنى. نجي على المثال، استعد الفلاحان للزراعة، استعد الفلاحان. مشكلة انتم هنا دائما تطالعون انه هذه حركة كسرة تقولون فاعل مجرور، قسمكم ما بذكركم. احنا دائما النون هذه نون المثنى دائما مكسورة، نون جمع المذكر السالم دائما مفتوحة، ما لكم علاقة بالحركة. نجي على الألف، شوفوا استعد هنا الفلاحان هي الفاعل، الفلاحان هنا هي الفاعل. زين الفلاحان شلون نعرفها؟ اول شيء نعرف استعد، استعد فعل ماضي مبني على الفتح، الفلاحان هو اسم او هو فاعل مرفوع وعلامه رفعه ماذا؟ الالف. علامه رفعه ماذا؟ الالف. حطينا جواها خليت لكم خطين، لماذا؟ لانه مثنى. علامه رفعه الالف لانه مثنى. للزراعتي لي حرف جر، زراعتي اسم مجرور بحرف الجر على مجره الكسره الظاهره على اخره. ناخذ مثال ثاني، تنجح المجدتان في الدراسه. تنجح فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهر على اخره، المجدتان مثنى، انتم تنتبهون الفاعل هو مثنى. اذا شلون يرفع المجدتان؟ خبر مجد ثاني عفوا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى في حرف جر دراستي اسم مجرور بحرف الجر. نجي على الواو، متى يرفع بالواو؟ إذا كان الفاعل جمع مذكر سالم. إذا كان الفاعل ماذا؟ جمع مذكر
الثانية. نعطي مثال: يصوم المسلمون شهر رمضان. يصوم المسلمون شهر رمضان. زين، ننتبه على الواو. أين هو الفاعل؟ هذا الفعل وهذا الفاعل. المسلمون هو الفاعل، والمسلمون جاءنا جمع مذكر سالم. يصوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الضارع على آخره. المسلمون هو الفاعل. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه شو نقول؟ الواو. ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم. مثال ثاني: دافع العراقيون عن الوطن. دافع فعل ماضي مبني على الفتح، العراقيون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم عن الوطن جار ومجرور. وهذا الشيء نكون حبايبي خلصنا من موضوع الفاعل. أرجو أن تكون يكون الشرح يعني مفهوم وواضح لكم. هذا كله مطلوب من عندكم، كل شيء قلت لكم تنكتب على السبورة، تكتبوا بدفتر القواعد حتى يصير لكم مثل القاعدة تمشون عليها أو دليل لكم حتى لما تحلون الأسئلة تعرفون شلون تفكرون وشلون تحلون. علامات الإعراب هذه ومتى يرفع، إذا كان مفرد، إذا كان جمع مؤنث سالم، إذا كان مثنى، إذا كان جمع مذكر سالم، وهكذا. وشكراً.